للمزيد انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية. سيادة اللواء، أولا بعد التحية، لا شك أن زيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى العراق في هذه المرة تحمل الكثير من الدلالات، ولكن على الجانب الآخر تلقي يعني ضغوط أمنية أخرى على القوات الأمنية، خاصة بأنه كان هناك أكثر من استهدافات، عملية استهداف جرت في بغداد خلال الأيام الماضية. أولا، كيف استعديتم لهذه الزيارة وما هي خطتكم خلال الأيام القادمة أيضا خلال وجود قداسة البابا؟ أولا تحية لك ولمشاهديكم الكرام وللشعب المصري الشقيق. الحقيقة القوات الأمنية العراقية استعدت منذ أسابيع لهذه الزيارة، وكان هناك عدة اجتماعات، واجتماعات أمنية واجتماعات مع وفد البابا الذي سبقه قبل زيارة البابا. بالتأكيد وضعنا خطط، وكانت الخطط تتناسب وحجم الامكانيات والقدرات التي نمتلكها، وبالتاكيد ايضا وضعنا امكانياتنا وقدراتنا كدوله عراقيه وكقوات مسلحه عراقيه على اهبه الاستعداد. اولا كانت هذه الخطط تشمل المناطق التي سوف يتوجه اليها والمناطق التي سوف يتحرك فيها والكنائس، وكذلك شملت هذه الخطط خطط من أطوات أمنية وخطط استخبارية وخطط أيضا جوية. مدار 24 ساعة هناك استطلاع جوي، هناك طائرات مستمرة في التحليق في سماء العراق كافة، من طائرات استطلاع إلى طائرات مقاتلة إلى كل الإمكانيات والقدرات. أيضا استنفار في قواتنا الأمنية وفي خططنا، وأنواع الخطط تتناسب وتتلائم مع حجم التحرك. سيادة اللواء، هل يقتصر كل منطقة الأمر على القوات الأمنية العراقية فقط، أم أن هناك تنسيق مثلا مع قوات التحالف الدولي، مع قوات من دول أخرى في يعني تأمين هذه الزيارة؟ أبدا، الخطة هي خطة أمنية بحتة عراقية، والقوات الأمنية العراقية بحتة، وكل ما تقوم به قواتنا الأمنية من جهد أمني واستخباري بحت يشمل فقط القوات الأمنية العراقية، انتشارها على الأرض، أطواقها الأمنية، ونحن لدينا إمكانيات وقدرات، وهذا ما أثبتناه للعالم من خلال كثير من الزيارات التي قاموا بها. ولذلك نحن نعتقد بأننا إن شاء الله سوف ننجح في تأمين هذه الزيارة. بالتأكيد هي زيارة تاريخية تعني لنا الكثير كشعب عراقي وكقوات مسلحة. طيب سيادة اللواء، يعني قداسة البابا تحدث اليوم في يعني ما عناه العراق بعد الحرب منذ عام 2003 وحتى الآن، وتحدث أيضا عن الضغوط التي تعرض لها العراقيين وكذلك الطائفية وحتى الرئيس برهم صالح. أنتم كقيادات أمنية كيف ترون انعكاس وجود قيادة دينية كبرى مثل قداسة بابا الفاتيكان، وانعكاس هذا على وجود روح من المحبة والتسامح لتعود مرة أخرى هذه الروح إلى الشارع العراقي، وانعكاس ذلك أيضا على القوات الأمنية؟ سيدي الكريم، نعتقد كقوات أمنية بأن زيارة البابا مهمة جدا في ترسيخ رسالة السلام وروح المحبة ونبذ الطائفية. نعتقد بأن زيارة البابا إلى العراق وتنقله في خمس محافظات عراقية مختلفة الأجناس بالتأكيد هي أكبر رسالة للتسامح والتعايش السلمي وكذلك الحوار بين الأديان. ولذلك نحن كقوات أمنية استعدينا كثيرا ونشعر بالفخر والاعتزاز من هذه الزيارة والتي تدب في عروقنا روح المحبة وروح التسامح وروح العمل الجماعي وروح الدفاع عن الوطن وكذلك عن شعب العراق بكل مسمياته. هذه الزيارة مهمة جدا لتنسيق روح المحبة، هذه الزيارة فيها بعد استراتيجي وتاريخي على المدى الطويل، هذه الزيارة الحقيقة تثبت لدينا مبادئ العمل والتعايش السلمي، ولذلك انعكاس هذه الزيارة على القوات الأمنية كبير جدا، كبير في عملها، كبير في أدائها، وأيضا هي رسالة لكل من يحاول أن يسيء لهذا الوطن أنه قداسة البابا اللي هو الحبر الأعظم في العالم يأتي إلى العراق، فرسالة لكل من يحاول أن يخلق روح التفرقة بكل تأكيد، وليست للعراقيين وحدهم ولكن لشعوب الشرق الأوسط بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية على هذه التوضيحات.